معاي انتو؟ إذن من أين أتى هذا الفيروس الإيدز؟ فيروس الإيدز 10 نظريات العلماء وضعوا لها، واستقروا على نظرية واحدة أن هذا الفيروس موجود في القردة في زائر، وهناك عندهم شيء يسمونه جرح الصياد، يعني يصيد القردة ويصير جرح وينتقل الدم من الحيوان للإنسان، ومن الإنسان انتقل للإنسان، ممارسات خاطئة. وقيل الله يعزكم ممارسات خاطئة مع الحيوانات وانتقل إلى الإنسان، وبدايته كان عند ناس أعزكم الله شاذين جنسيا، شاذين جنسيا. أين يتواجد هذا الفيروس؟ هذا الفيروس يا أخوان لا يتواجد في الهواء الطلق أبدا، لا على الأسطح ولا على الطاولات، ولا يقول لي والله واحد هذا جيت أصافح فلان ولا جيت أخاشم فلان، ما ينتقل، عانقه ما ينتقل، اشرب معاه حتى أنا لو شربت الماء يشرب هو الماء وشربت وراء ما ينتقل، ينتقل. موجود الفيروس في 4 مكانات، كرم الله وجهكم، في السائل المنوي، في فرازات المهبلية، في حليب الأم المصابة بالإيدز، في الدم الملوث بالإيدز، 4 مكانات فقط. إذن كيف تنتقل العدوى حق الناس؟ تنتقل عن طريق الدم، يعني شخص إذا كان شخص دمه غير سليم يعني مصاب بالإيدز ونقل لإنسان سليم ينتقل الدم. تعال شوف التدابير، شوف الاحتياطات اللي أخذتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كل الدول ما في عمان بس، صار الدم الحمد لله رب العالمين آمن، وصار ما في عندنا حالات عن طريق نقل الدم ولله الحمد. أيضا شيء ثاني، تعرف أنت المتبرعين بالدم، إحنا المتبرعين بالدم، تجد الناس المجتمع انتم شايفين حملات الدم موجودة، فلما أي إنسان يتبرع بدم يحفظ هذا الدم ويفحص ثم يخزن، هذه العلبة تخزن في بنك الدم قبل أن لا تعطى الشخص الآخر، بعد ما يتأكدوا أن هذا إنسان سليم. وبعض الأحيان يكتشف حالات من جراء التبرع بالدم، التهاب الكبدي ومنها الإيدز. فلذلك الدم صار، أنا أقول لكم في هذا البلد 99 فاصل شيء، ما نقول 100% لكن 99 فاصل أكثر الدم آمن. إذن إيش بقى؟ بقى من الأم إلى جنينها، لأن عندنا لو انتقل للزوج يعني نقل المرض للزوجة شيء طبيعي أنه ينتقل للجنين بنسبة 50% ينتقل. تعال شوف تدابير، بعد ما أدرجنا فحص الإيدز حال حوامل 2009 مثل ما أخبرتكم وظهرت الحالات، كشفت لنا أمور. أول شيء عالجنا حالة جديدة، رقم 2 هو المنقذ الله سبحانه وتعالى وليس البشر، لكن حين الله سبحانه وتعالى خلقنا سبب في هذه الأرض، عالجنا حمينا طفل أو جنين عن يصاب. أيضا الأم المصابة بالإيدز نعطيها علاج، بعد ما أعطيناها علاج وتي فترة الوضاعة، يعني ما توضع بوضاعة طبيعية، لا بعملية قيصرية عشان نضمن أنه يخرج الجنين بدون ما يلتحق بأي دم من الأم، أثناء خروجه يصير خدوش بسيطة ما نحس به، فلما تشيل كذي أنت لما تشيل هذا يكون سهل، لكن لما يطلع بقوة أو بشيء يعني قوي جدا وضيق فيه خدوش تصير فينتقل. رغم أنه اللي ياخذ العلاج ما ينقل، لكن الاحتياطات واجبه. ايضا تمنع ان تعطي طفلها الحليب الرضاعه الطبيعيه، كذلك تمنع عن الطعومات، بعض الطعومات تمنع عنها لمده 3 شهور نبتدي نفحص الطفل. وعندنا حالات في هذا البلد وفي بلدان خليجيه ولله الحمد، الزوجه مصابه والزوج مصاب والاطفال غير مصابين.